صراحة موقف بسيط اللي هو الصدقة ما الصدقة. أذكر مرة اتصلت علي امرأة، كنت في مكة في رمضان، السلام عليكم يا أبو أحمد. طبعا قالت لي أنا محتاجة صراحة 200 ريال. يا بنت الحلال 200 مرة، عاد العالم تعرف رمضان و بقاضي وعيد، بقاضي عيد وكذا، سيارتي أنا في الصناعية. قلت يا ولد طيب ابشري على خشف، والله أني حولت 200 وتقريبا، يعني أنت تتعامل مع رب كريم، فأبدلني الله عز وجل بال200 هذا 20,000 ريال. لا إله إلا الله، الحمد لله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. اتصل علي واحد من التجار وقال لي هذا مبلغ كذا وكذا زكاة وقت وصله. وصلته قلت والله في واحد ما رد علي حق إيجارات، متبقي 20. قال الله يحلك ويبيعك، ترى هذه هدية مني لك، ما هذه هدية. الله الله يجزاك خير. الله الله مستعان، التعامل مع رب كريم. أبدلها الله بدل 200 زاد صفرين يا شيخ. أيوة. تقول 700 ثلاث أصفار. أنا ما تعرف، إحنا ما نتعدل 2000 يا شيخ. ما شاء الله 20,000. ما شاء الله.